بسم الله الرحمن الرحيم. خالد الزياني مهندس معماري بجامعة بركان. فكما يعلم الجميع المدينة تعرف واحد طفرة عمرانية منذ 3 سنوات لتتجلى في واحد المشروع هائل وضخم اللي هو مشروع التأهيل الحضاري للمدينة ككل. وهذا المشروع التأهيل الحضاري فيه عدة مقاطع اللي ديجا اشتغلنا عليها واللي بدينا فيها، كشارع بكريم الخطابي، كالمحطة، كالمنصة التجارية للقرب، وعدة كشارع فلسطين، كشارع الودايا، وكشارع النواصر. فديجا بيقولوا أن شارع محمد الخامس هو الشريان الحيوي للمدينة. فالجامعة قامت باستصدار واحد القرار ديال نزع الملكية ديال هذا العقار اللي ما في صدد الهدم، قصد توسيع شارع البكي الهبيل وقصد إيصاله بشارع محمد الخامس حتى إصبح بموازاة مع ما تم القيام به بين شارع بير نزاران، وذلك في إطار هذه الندرة الاستراتيجية العمرانية لتوسيع شوارع المدينة ولتأهيلها وحتى تكون في مصاف المدن المغربية الكبرى. شكراً.